للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي. أستاذ جميل، تحية لك أولا. يعني تحمل زيارة الرئيس السيسي للإمارات في هذا التوقيت عدة رسائل إقليمية وعالمية، يعني برجاء إلقاء الضوء على أهم تلك الرسائل. هو بالطبع زيارة مهمة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة. زيارة تأتي في توقيت مهم جدا، زيارة تؤكد أن مصر تقف دائما بجانب الدول العربية وبخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما أكد ويؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما أن الأمن القومي المصري لا يمكن أن ينفصل عن الأمن القومي العربي. طبعا احنا عارفين ان ده ياتي في اطار طبعا الهجمات الارهابيه اللي تم الاعتداء على دوله الامارات العربيه المتحده. ده رساله تضامن من الدوله المصريه مع دوله الامارات العربيه المتحده، رساله ايضا تؤكد ان مصر داعمه لدوله الامارات العربيه المتحده في مواجهه الارهاب المواجه ضدها في الوقت الحالي، ان مصر هي داعم للاستقرار وداعم لنبذ العنف ونبذ الارهاب في المنطقه ككل. مصر دائما وابدا ما تؤكد انها تحافظ على، تسعى الى المحافظه على الامن القومي العربي، تسعى الى المحافظه على الاستقرار في الدول، ترفض بأي شكل من الأشكال تعرض أي دولة لهذا الإرهاب. طبعا مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة تربطهم علاقات وطيدة جدا منذ إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان لها دور كبير دولة الإمارات في حرب أكتوبر المجيدة عندما قطعت البترول عن الدول المساندة لدولة إسرائيل، وأيضا الدور اللي بذلته مصر دولة الإمارات بعد 30 يونيو الثورة المصرية العظيمة، ووقوفها بجانب الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية، وأيضا التنسيق الكامل اللي بيتم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد في كل المناسبات، تنسيق أمني، تنسيق سياسي، تعاون اقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر. احنا بنشوف في كل المناورات اللي بتتم على أرض مصر وافتتاحات الضخمة اللي بتتم للقواعد العسكرية بيكون متواجد فيها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا هناك تدريبات عسكرية مشتركة مستمرة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. إذا مصر تقف بجانب دولة الإمارات، تساند دولة الإمارات، وأكبر دليل على ذلك هو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات اليوم، وتصريحه بأن مصر تقف دائما بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة. أستاذ جميل، فيما يتعلق بالملفات الإقليمية السياسية، إلى أي مدى تتطابق وجهتي النظر المصرية والإماراتية في هذه الملفات؟ هو بالطبع هناك العديد من الملفات اللي متواجدة على الساحة في الوقت الحالي. طبعا مواجهة التنظيمات الإرهابية، مكافحة الإرهاب اللي بدأ يتغلغل في بعض الدول، والآن بيطول دولة الإمارات وبعض دول الخليج، المملكة العربية السعودية والبحرين. طبعا في تنسيق كامل بين مصر ودولة الإمارات في هذا الاتجاه، أيضا في الملف الليبي وتطابق وجهات النظر المصرية الإماراتية في عودة الاستقرار مرة أخرى والوصول إلى انتخابات رئاسية داخل الأراضي الليبية، وأيضا الاستقرار في دولة في سوريا وعودة الاستقرار وإبعاد التنظيمات والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي سوريا. وإحنا شفنا حتى كان وزير الخارجية الإمارات في زيارة إلى سوريا ولقاءه بالرئيس بشار الأسد. وأيضا هناك العديد من الملفات طبعا بجانب القضية الفلسطينية وعملية المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، بجانب زي ما بقول ان في ملفات كثيره على طاوله مفاوضات القمه العربيه المنتظره القادمه، فيجب ان يكون هناك تنسيق في هذا المجال، واعتقد ان كافه الملفات هناك تنسيق مصري اماراتي في هذا الاطار. نعم، اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي جميل عفيفي.